أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. الهيئات في هجوم مسلح مقتل 10 من عناصر القوات الحكومية غربي الرمادي. المدى موقع الترشيح للوزارات يتلقى آلاف الطلبات بينها 1500 للتعليم العادي. كتابات عبد المهدي لن يبقي على وزيري الدفاع والداخلية وعمار الحكيم يطلب النفط. الجزيرة نت الكويت وتركيا تعززان التعاون الدفاعي. العربي الجديد حرب أفغانستان تدخل عامها 18، ترامب محاصر في النفق. سوريا اغتيال المستشار الأمني للجولاني وتصفية القائد العسكري لتحرير الشام. الحياة قانون مكافحة تمويل الإرهاب يجدد الانقسام في إيران. من العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ من صحيفة الحياة اللندنية، حيث لا يحتاج الأمر إلى الشجاعة فقط بل إلى التشخيص السليم ليقال إن العراق في حاجة إلى إجراءات إصلاح خطيرة ومؤلمة، تماما كما يحتاج المصاب بالسرطان إلى نظام علاج كيميائي كحل أخير غير مضمون النتائج. العراق قد أصابه سرطان الفساد وتقاسم الشركات السياسية والميليشيات والمنتفعين والوصوليين والترهل الوظيفي وغياب الإيمان الوطني في أعلى سلطاته، ويحتاج الأمر إلى شجاعة اعتراف وتقدير موقف عاجل ورؤية علاج شاملة يقودها حكماء لمنع السرطان أولا من الانتشار واجتثاثه كمرحلة ثانية، وفق الكاتب مشرق عباس. على ذلك لا يغدو تغيير الوزراء والرؤساء والبرلمان حلا إذا لم يقترن بشكل فعلي باستعداد عام لسلوك طريق العلاج الصعب والمؤلم، والذي يتضمن إعادة صوغ هيكلية الدولة بالكامل بما يسمح بترشيق كادرها الوظيفي المترهل نحو 3 ملايين موظف، وإلغاء وزارات وهيئات ومديريات فائضة أصبحت مجرد باب لاستنزاف الموازنة، وطرد الموظفين والمستشارين الفضائيين الذين قبلوا على أنفسهم استحصال مرتبات من دون تقديم خدمة فعلية أو في الأقل الدوام في المؤسسات التي يحق على بعضها أن يطلق عليها بالتعبير العراقي دوائر فضائية لأنها بمجملها فائضة، ومن ثم يجب إعادة صوغ قوانين الدولة وصلاحيات مركزها وأطرافها وإضفاء الشفافية والعلنية على عقودها ومصروفاتها ووضعها أمام المجهر لقطع الطريق أمام المزيد من قوافل الفساد المتربصة بكل دينار في سعر برميل النفط، ومطاردة كبار الفاسدين بلا هوادة، ومراجعة الحسابات السابقة بلا خطوط حمر، ووضع الجميع متساوين أمام القانون. يضيف الكاتب لن يكون الصمت مجديا لأي مسؤول عراقي، ولا يكون بإمكانه تمرير السنوات ودفعها للحصول على وجاهة الاسم والقصر والحمايات وبعض الاستثمارات، فأمواج العراق تكون أعلى من كل الأسوار الممكنة وأخطر من حرفة السياسيين بركوبها. نعم، بلادنا قد نخرها السرطان وهو لم يعد مرضا ميؤوسا منه، لكن العلاج في حاجة إلى الإيمان والإقدام، لا اليأس ولا التغاضي ولا التحذلق السياسي ولا نبش تأريخ السحر والشعوذة، بحثا عن الأمل. العراقيون عليهم أن يصنعوا أملهم بأنفسهم ويسيروا معا في الرحلة الصعبة، فقد كانوا فعلوها لقرون طويلة سبقت.
سؤال مشروع وشعار مطروح، نفط الشعب للشعب منذ تعميم النفط العراقي أوائل السبعينيات، ولا تزال واردات النفط الهائلة تصرف على ميزانيات الحروب والمغامرات السياسية وتجار الحروب وجيوب المافيات السياسية الكبرى، والشعب ضحية كل تلك الحروب العشوائية والسياسات الخاطئة التي ارتكبتها الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق. من المثير للجدل ومن المفارقات الكبيرة أن يكون هذا البلد الغني أفقر شعب بالعالم، والذي يفتقر اليوم أبناؤه إلى أدنى مستويات العدالة الاجتماعية والخدمية، بحسب الكاتب يوسف رشيد في مقال له بموقع كتابات جاء تحت عنوان استحقاقات الفرد العراقي والثروات المنهوبة. موازين الاستحقاقات العادلة مفقودة في ظل حكومات متعاقبة فاسدة وميزانيات سنوية انفجارية هائلة جدا تغطي وتعالج كل المستلزمات والاحتياجات الكبرى للعراق وشعبه وتسد كافة نفقاته. لكن كما هو حالنا اليوم، ولا زال المواطن العراقي على هامش الخوف والفقر والعوز وتردي الواقع الخدمي والصحي والاقتصادي وغيرها من الاحتياجات اليومية الأساسية، وربما لأن الموازنات الحكومية السابقة جعلت منها مجرد هامش سياسي عابر وليس جزءا حياتيا وجوهريا مهما يمكن أن ينهض بالبلد ويعيد له نبضه الحضاري والمعرفي والإنساني. ظلت أحوال الشعب والفقراء بعيدة عن أضواء التقييم والمكاشفة الحقيقية وحتى المحاسبة للفاسدين، بل تجرأ البعض على سرقة حتى لقمة المهجرين والمعونات الدولية والأموال التي صرفت، وقد يندفع أصحاب الشأن إلى الاحتجاج والمطالبة بالكشف عن الخلل والتجاهل الكبير لشؤون الشعب واحتياجاته بغية التغيير والإصلاح وتلبية المطالب المشروعة، لكن شأنهم في ذلك شأن القطاعات المهمة الأخرى التي ظلت بعيدا عن متناول الإصلاح لعقود طويلة من الزمن. لذلك يرى الشعب اليوم من المهم جدا أن تبدأ حملات واسعة وتظاهرات صاخبة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين، والمطالبة بتوفير حصة كل مواطن عراقي من النفط في أهم مفصل من مفاصل الشعب العراقي، ألا وهو العوز والفقر الكبير الذي يسود المجتمع العراقي وتزداد سلبياته العقيمة على المجتمع بسبب الفساد الكبير بكل أنواعه وأشكاله وصوره. وليس هناك مهرب من الحديث عن الفساد، لا سيما أن أهل السياسة الفاسدون يؤكدون أن أخطر أنواع الفساد هو الفساد السياسي، كون السياسة هي الوجه الحقيقي لرسم معالم الدولة وأسسها وركائزها الناصعة للحياة، وفساد الطبقة السياسية يفسد الحياة. وليس هناك مغالاة في هذا القول، فالبلاد التي تنعم بالهدوء والاستقرار السياسي شعبها سعيد متطور منتج ومتوازن وينتمي إلى الشعوب المبدعة والغنية. عن ديون العراق المالية كتب دريد محمود في الزمان العراقية، فالمجموع المتوقع هو وصول الديون إلى 132 مليار دولار نهاية العام 2018. الغريب طلب البنك الدولي الذي هو إخضاع رواتب موظفي الدرجات العليا في العراق إلى ضريبة الدخل، هل يعني أنها غير خاضعة أم ماذا؟ والمشكلة هي تضخم الجهاز الإداري بشكل غير مسبوق ولثلاثة أضعاف أو أكثر بعد 2003، والدرجات الخاصة وتعددية الرواتب والعقود مع الأشخاص وبمختلف المسميات وبرواتب خيالية، وخلق أجهزة إدارية متسلسلة من المعنيين وبرواتب خيالية. كان يستلم عضو مجلس محافظة منتخب 100 مليون دينار راتب وهو ليس لديه خدمة أصلا حتى ولا يوم واحد ومخصصات وصرفيات. أما البرلماني فلله الأمر من قبل ومن بعد. هذه إخفاقات الإدارة المالية والتخصيصات غير المنطقية التي
تسبب أو تثير انتباه الدوائر الخارجية والتي تطالب بتخفيض الرواتب بشكل عام ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، تقليص مدفوعات الضمان الاجتماعي، إلغاء مجانية التعليم، إلغاء مجانية الصحة، وهكذا ما تقدمه لجنة الشفافية إلى دوائر الشفافية الدولية أثار علينا الرأي العام الدولي وجعله يقف موقف المراقب المعادي أكثر من أي وقت. هل يعقل راتب رئيس جمهورية العراق ومخصصاته 5 أضعاف راتب أي رئيس دولة أوروبية أو أمريكية؟ إن موقف البنك وصندوق النقد الدوليين ليس بالموقف الصديق للعراق، ولكن الفاجعة هو أن يطلب العراق قروضاً مالية رغم أنه يمتلك ثروات هائلة. قد تكون مسيرات العودة الكبرى التي مضى على انطلاقها 28 أسبوعاً واحدة من بين هذه الموضوعات المثيرة للاهتمام الفلسطيني بشكل خاص وواجبة المراجعة من دون تأخير، ليس لأنها أشد الموضوعات إلحاحاً على جدول الأعمال الوطني المثقل بفيض من الهموم والتحديات، بل لأن مسيرات العودة هذه هي أقل المسائل تعقيداً وأكثرها قابلية للتقويم في الحال، ناهيك عن حقيقة أنها محل للنقاش الداخلي الواسع في الواقع الذي انخرطت فيه قوى ونخب ومثقفون باتوا يجمعون على ضرورة إخضاع هذه الظاهرة الكفاحية النبيلة لعملية نقدية عاجلة قبل أن تتلاشى جوانبها الإيجابية الملهمة مع مرور مزيد من الوقت، بحسب الكاتب عيسى الشعيبي في مقال لصحيفة العرب الجديد. بدت هذه المسيرات قرارا وطنيا جامعا ومنسقا بصورة طيبة، وهي صورة غابت طويلا عن الفعل الفلسطيني، لا سيما منذ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما بدت شعاراتها عملية واقعية إلى أبعد الحدود ومتماهية مع متطلبات هذه المرحلة غير المؤاتية لرفع السقوف وتعلية نبرة الخطاب، الأمر الذي عقد معه الوطنيون من خارج الوعاء الفصائلي رهاناً كبيراً على تحقيق مكاسب نضالية متراكمة يمكن البناء عليها وتحويلها إلى منجز سياسي ضد الاحتلال، خصوصاً أنها أدت إلى تجديد الروح الكفاحية الفلسطينية بعد تهافت معيب، ورفعت المعنويات المتزعزعة وعادت بث صورة مشرقة عن نضال شعب لم تنكسر لديه الإرادة، وفوق ذلك استعادة الاهتمام الدولي بقضية خبت أضواءها في زحمة التطورات الإقليمية والحرب على الإرهاب، غير أن ما كان معقوداً من رهان كبير على هذه الظاهرة النضالية الواعدة أخذ بالتبدد رويداً فيما راحت العوامل السلبية تطغى على العوامل الإيجابية مع مرور الوقت. وهكذا بعد نحو 7 أشهر من التظاهرات على السياج الفاصل على حدود قطاع غزة، استشهد خلالها أكثر من 200 شاب وشابة بمن فيهم الأطفال، وجرح في أثنائها آلاف من مختلف الأعمار. تبدو اليوم هذه الظاهرة غير المسبوقة بعيدة عن بداياتها الأولى، محاصرة معزولة في غزة فقط، بل صوتا لا صدى له لدى التجمعات الفلسطينية الأخرى، لا سيما في القدس والضفة الغربية وديار الشتات، وتحولت في زمن قصير إلى حدث روتيني شديد الاعتيادية لا يثير إيقاعها اهتماما خارج فلسطين، ولم تخلق جسارتها الهائلة رأيا عاما دوليا متعاطفا، كما لم تشكل تضحياتها العظيمة أداة ضغط سياسي على المحتلين الذين لا يتورعون عن القتل بدم بارد ويشددون في الوقت ذاته الحصار. إيران بدأت تشعر بأن إدارة ترامب في غاية الجدية، يقول المنطق إن ليس أمام إيران سوى إعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية في شأن ملفها النووي، وما هو أهم من ملفها النووي أي يدعو وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى خطوة في هذا الاتجاه، يعتبر إشارة في غاية الإيجابية وبداية تصالح مع الواقع
اللهم إلا إذا كان في الأمر مناورة تستهدف كسب الوقت فقط. يظل الأهم من موضوع الملف النووي وإعادة التفاوض في شأنه السلوك الإيراني خارج إيران، أي المشروع التوسعي الذي تحاول إيران حمايته عبر تطوير الصواريخ البالستية، من بين هذه الأغراض تهديد السعودية بواسطة الحوثيين انطلاقا من الأراضي اليمنية، بحسب الكاتب خير الله خير الله في مقال بصحيفة العرب اللندنية. مزقت إدارة ترامب الاتفاق في شأن الاتفاق النووي مع إيران. لم تعد هناك أي قيمة للاتفاق الموقع في صيف العام 2015 والذي يكشف غباء إدارة أوباما، أو كل العداء الذي تكنه لكل ما هو عربي في المنطقة. كان هذا الاتفاق تعبيراً عن رغبة إدارة أوباما في تعويم النظام الإيراني. أخذت إيران ما تشاء من الاتفاق واعتبرت أن ما حققته كان إنجازاً كبيراً. يكفي أنها حصلت على مليارات الدولارات كانت في حاجة ماسة إليها. فوق ذلك كله، عملت الإدارة الأمريكية السابقة كل ما تستطيع عمله من أجل مسايرة إيران واسترضائها. وصل بها ذلك إلى التغاضي عن استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي صيف العام 2013 في سياق الحرب التي يشنها على السوريين من أجل تهجيرهم من أرضهم والمساهمة في عمليات التطهير المذهبي التي تعمل إيران من أجل تحقيقها في أرض سوريا. غضت إدارة أوباما الطرف عن كل ما فعلته إيران في المنطقة، أكان ذلك في العراق أو سوريا أو اليمن أو البحرين. كان كل ما تسعى إليه هو الوصول إلى الاتفاق المتعلق بالمشروع النووي الإيراني. يمكن القول أن إدارة ترامب تساهلت مع إيران في العراق، سمحت لها بتسجيل نقاط هناك، خصوصا عندما فرضت استبعاد حيدر العبادي عن موقع رئيس الوزراء والإتيان بمرشح تابع لها إلى موقع رئيس مجلس النواب هو محمد الحلبوسي، مع ما يعنيه ذلك لجهة تمكينها من شق الصف السني. لكن إيران تعرف في نهاية المطاف أن نقل المعركة إلى الاقتصاد بمثابة نقل لها إلى الداخل الإيراني سيكون الشهر المقبل في غاية الأهمية بالنسبة إلى معرفة هل ستقبل إيران أخيراً فكرة أن عليها الاهتمام بشعبها ومشاكلها الداخلية أولاً وأخيراً، مع ما يعنيه ذلك من تصالح مع الواقع. لماذا يدعم الغرب إسرائيل؟ سؤال طرحه الكاتب أحمد أبو رتيمة في موقع عربي 21، إذ يمثل سؤال الدعم الغربي للكيان الصهيوني قضية حيوية للنقاش، كون هذا الدعم شكل عاملا رئيسيا في نشأة دولة الاحتلال وبقائها إلى اليوم. لا تزال دولة الاحتلال ترتبط بشبكة علاقات استراتيجية بالغرب تمثل الفضاء الطبيعي الذي تحتاجه أي دولة للبقاء. ورغم وجود مساحات اختلاف بين حكومة الاحتلال والحكومات الغربية مثل قضية الاستيطان وحل الدولتين وانتهاك القوانين الدولية، إلا أن الغرب لا يضحي بانحيازه الاستراتيجي لدولة الاحتلال بسبب هذه الاختلافات. هناك سبب تحظى به إسرائيل لم تحظى به الشعوب الأخرى التي نالها الأذى على أيدي الغربيين، وهو أن إسرائيل امتداد طبيعي للمشروع الاستعماري الغربي، فهي ولدت من رحم الاحتلال البريطاني لفلسطين. وقبل بريطانيا كان إنشاؤها حلما في مخيلة القائد الفرنسي نابليون بونابارت. وإسرائيل هي جسم الغريب الذي يشق الوطن العربي ويبقى موطئ قدم للمنظومة الغربية في بلاد المشرق، ويثير القلاقل ويشغل العرب عن التوحد في مشروع أممي يقوي شوكتهم ويمكنهم من منافسة الغرب والتفوق عليه. لذلك فإن دعم الغرب لإسرائيل هو دعم الأب لابنه، وهذا ما يفسر تغاضي الغرب عن هفوات إسرائيل وعصيانها. فالوحدة العضوية
تغفر الخلافات. تتجلى الوحدة العضوية بين إسرائيل والغرب في تشابه المنظومة القيمية بينهما في قضايا نظام الحكم السياسي والاقتصاد والليبرالية والحريات والمرأة والأسرة، وهو ما يخلق تجانسا شعوريا بين المواطن الغربي ونظيره الإسرائيلي في الوقت الذي يسود فيه نمط ثقافي مختلف في الشعوب العربية. ويقول الكاتب إن البرهنة المستمرة على انتهاكات الاحتلال للقيم الإنسانية وعلى ممارسته التمييز العنصري هو الذي يسمح بنمو التيارات المناصرة لحقوق الفلسطينيين ويضعف من وضوح صورة الدولة المتقدمة العصرية التي تسوقها دولة الاحتلال لنفسها، ويسمح بنمو حركة المقاطعة ونزع الشرعية، ويقوي حجة الأمرين بالقسط من الناس. أظهرت دراسة أولى من نوعها أن البشر قادرون على التعرف إلى 5000 وجه في المعدل، سواء لأفراد من العائلة أو الأصدقاء أو غرباء يصادفهم المرء في الشارع أو شخصيات تلفزيونية. وتظهر هذه الدراسة التي أجراها علماء في جامعة يورك البريطانية أن قدرات البشر في التعرف على الوجوه تتيح لهم التعامل يوميا مع آلاف الوجوه التي يصادفونها في أماكن يرتادها كثر أو يرونها عبر شاشات الهواتف الذكية أو التلفزيون. ولفت الباحثون الانتباه إلى أن هذا العدد من شأنه المساعدة في تطوير برمجيات للتعرف على الوجوه، وهي تستخدم على نحو متزايد في أو تستخدم في المطارات والتحقيقات الجنائية. كما من شأن ذلك أن يساعد العلماء على تحسين فهم حالات التعرف الخاطئ إلى الوجوه. ولفت جينكينز إلى أن الوجوه المجهولة غالباً ما يتم التعرف إليها بشكل خاطئ. الوجوه المألوفة تعرف بطريقة موثوقة جداً، لكن لا نعلم تحديداً كيف. ننتقل إلى فاصل من صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. هكذا نصل لختام صدى الأقلام هذا اليوم، نلتقيكم على خير إن شاء الله في صدى أقلام جديد وأخبار جديدة. إلى اللقاء.